يمس الصقر ويخربط التيار ثقل بنص الليل ونطق صوتيه. يبدو أن التهديدات التي أعلنتها ميليشيا الصدر تجاه المتظاهرين قد بدأت، وذلك ردا على الهتافات التي أطلقها المشاركون في احتفالية اتحاد الأدباء بمدينة النجف بمناسبة الذكرى الأولى للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيا القبعة الزرق التابعة للصدر في ساحة الصدرين، والتي استشهد وأصيب فيها أكثر من 200 متظاهر، كان من أبرزهم مهند الذي حول استمرار تظاهر والدته العلني استشهاده إلى قضية رأي عام. إننا اليوم نستذكر ما جرى في العام الماضي من جريمة يدنا لها جبين الإنسانية على يد أعداء الحياة مقتدى وجلاوزته الحقراء. وبعد أقل من 10 ساعات على محاولة اغتيال تعرض لها الناشط في تظاهرات ثورة تشرين بالنجف أحمد الحلو، هاجم مسلحون الناشط في ساحة الحبوب بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار علي عماد، ما أدى إلى إصابته ب4 طلقات نارية نقل على إثرها إلى المستشفى. كما أكدت مصادر مطلعة العثور على عبوة ناسفة أمام منزل الناشط في تظاهرات الناصرية أحمد عباس، وفي مؤشر واضح على استمرار عمليات استهداف الناشطين وترهيبهم في أكثر من محافظة، عثرت الشرطة مساء السبت على الناشط في تظاهرات كربلاء رائد الدعم مكبلا ومرميا في إحدى المقابر القديمة بعد تعذيبه، وذلك بعد أن شهدت محافظة النجف عمليات اقتحام لمنازل ناشطين من قبل ميليشيات مسلحة اعتقلت عددا منهم. جرى كل ذلك من دون أي إجراء من قبل القوات الأمنية العاجزة عن وقف هذه العمليات أو الكشف عن الفاعلين. ويؤكد النشطاء أن وتيرة عمليات الاستهداف والملاحقة ازدادت بنحو ملحوظ خلال اليومين الأخيرين بهدف ثنيهم على المشاركة في التظاهرات عبر لغة التهديد والترويع التي اعتادت الميليشيات ممارستها تجاه المتظاهرين، لا سيما مع إصرار النشطاء على فضح تلك الممارسات والاستمرار بمسيرة الثورة التي تغذي شعلتها عمليات الإرهاب الميليشياوي والتواطؤ الحكومي.